حسام حسن وغلام حسن التوأم اتنين من نجوم مصر على مر العصور في كرة القدم وفي مجال التدريب أيضا. اتنين لهم باع طويل جدا مشهود لهم بالكفاءة، من أفضل أفضل واحد طبعا في مجال التدريب كابتن حسام حسن. أول تصريح بعد عودته لقيادة نادي المصري البورسعيدي معانا حصريا، نشوفه ونرجع أكمل مع ضيفي الكريمين. جماهير بورسعيد واحنا كجهاز فني ولاعبين سعداء بوجود مجلس الاداره الجديد، وبنشكر مجلس الاداره القديم الاستاذ سمير حلبيه، لكن احنا كطموح كبير، واشتغلت مع الاستاذ كامل ابو علي في مرحله من المراحل كان من احسن الفترات اللي كانت موجوده في النادي المصري. مجلس الاداره بقياده الاستاذ كامل ابو علي اعتقد ان هم عندهم طموحات تليق بطموحات جماهير بورسعيد النادي المصري وطموحات الجهاز الفني واللاعبين، فان شاء الله يعني النجاح لنا كلنا، بس اهم حاجه كلنا بنسعى للنجاح وفرحه جماهير بورسعيد ان شاء الله. طبعا في الحقيقه انا مش بقول توليه، انا بقول تكليف من جماهير بورسعيد، ليهم يعني معزه كبيره جدا عندي وليهم حب وتقدير من اول تعاملي مع الحاج سيد متولي الله يرحمه لحد كل رؤساء المجالس اللي كانت الفتره اللي فاتت. التكلفة بالنسبة لي والجهاز الفني والإداري وكل المجموعة اللي معايا هي تكلفة من جماهير بورسعيد، جماهير النادي المصري وكل الناس المحترمين في مجالس الإدارات اللي فاتت وحاليا المجلس الإدارة اللي موجود بالكامل. أعتقد أني يعني أنا جاي أتمنى والجهاز إن شاء الله يكون عند حسن الظن. الفترة اللي احنا كنا فيها في كل مرة بنيجي بنبقى نادي مصري في ظروف صعبة جدا، ويشاء ربنا بالثقة اللي موجودة من جماهير بورسعيد ان احنا بنحاول نوزن الامور ونرجع الامور او ظروف النادي المصري اللي احنا بنيجي فيها بنحاول ان احنا نغيرها، بنحاول ان احنا نجتهد. فالكيمياء اللي موجودة مع النادي المصري والجمهور مع بورسعيد احنا بنحب نشتغل، بنحب المكان اللي احنا فيه، بنتمنى ان يكون عندي حسن ظن للجماهير، بعتبرها تكلفة وانا سعيد بيها، وطبعا ان شاء الله اتمنى بمساعدة الجميع مجلس الادارة ومساندة الجماهير بورسعيد ان احنا ان شاء الله ترجع الامور للافضل، خاصة ان احنا نادي المصري فاتوا بداية الموسم اللي هي انك كنت تبدأ بشكل قوي، البداية دي هربت من النادي المصري نتيجة الظروف التغيير، زائد اتفاجئت بإصابات عديدة جدا صعبة. يعني النهاردة ناس أول تمرينة مسكت الفريق اشتغلت ب 14 لعيب ومنهم 3 جوان، يعني حوالي 17 لعيبة. تكوين التيم اللي هيبدأ والتشكيل الموضوع صعب جدا، صعب يعني من المرات كمان اللي أنا مررت الفريق بيمر نواقص فنية وزائد نواقص إصابات، فأعتقد إن المصارحة والكلام عايز إن شاء الله نكون الناس كلها تبقى في تعرف الظروف ونساعد بعض، إن إحنا أنا والجهاز اللي موجود بنحاول نتغلب على النواقص دي، خاصة في المباراة بتاعت غدا بتاع مع الحرس. إصابات كانت لعيبة مهمة جدا، مروان وبعض اللاعبين المراكز اللي هي مهمة جدا موجودة محتاجينها، وإن شاء الله وكريم العراقي وحسن وكل الناس دي الإصابات دي إن شاء الله نتغلب عليها أنا والجهاز، بنحاول إن إحنا نصلح الأمور. يعني أنا بقول لجماهير النادي المصري والناس ومحبين النادي المصري حتى من خارج بورسعيد، أنا سعيد في النادي المصري بوجود جماهير عظيمة زي جمهور بورسعيد والجماهير اللي هي بتحب النادي المصري من خارج بورسعيد، إن لو إن شاء الله النادي المصري هيبقى فريق يليق باسم بورسعيد.